بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله القائل في محكم كتابه المبين: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسبحان الله عما يشركون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق المأمون، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم يبعثون. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم في سفر إلى الله وفي سير إلى الله منذ خلقتم إلى أن تستقروا في دار القرار، الجنة أو النار. فهذا الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى في أحسن تقويم، وأدر عليه نعمه، وسخر له كل شيء في السماوات وفي الأرض من أجل أن يقوم بعبادة الله عز وجل، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذا الإنسان في سفر متواصل، عاش في بطن أمه المدة التي قدرها الله له، وهي مدة يسيرة، ثم انتقل إلى الدنيا وخرج من بطن أمه إلى هذه الدنيا، وأعطاه الله من العمر ما قدر له سبحانه من أجل أن يتزود للسفر الذي أمامه وللدار التي أمامه، يتزود بالأعمال الصالحة ويتوب من الأعمال السيئة، والله جل وعلا بيّن له طريق الخير وطريق الشر، وأمره بالخير ونهاه عن الشر بعدما بيّن له ووضح له ذلك، من أجل أن يكون على بصيرة من أمره، ويسر له أسباب الخير إذا رغب فيها، ويسر له أسباب الشر إذا رغب فيها. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فليس له من هذه الدنيا إلا ما انتقل به من العمل، سواء كان عملا صالحا أو عملا سيئا، فإنه يخرج من هذه الدنيا كما دخل فيها، ليس معه منها شيء، وإنما معه العمل. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فليس لك من دنياك إلا هذا العمل الذي زاولته في هذه الحياة. والله جل وعلا قال لنا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
فسفر الآخرة زاده التقوى، وهي فعل ما أمر الله جل وعلا به رجاءً لثوابه، واجتناب ما حرمه خوفاً من عقابه. هذه هي التقوى، لأنها تقي من عذاب الله عز وجل، وهذا خير الزاد. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم ينتقل العباد من هذه الدار الدنيا إلى دار البرزخ، وهي القبور. سميت بالبرزخ لأن البرزخ ما يفصل بين الشيئين، فالقبور دار البرزخ لأنها تفصل بين الدنيا والآخرة، فهي محطة بين الدنيا والآخرة. وإن كانت هي من حساب الآخرة، لكنها قبل الآخرة وهي مقدمة لها. ولذلك يقول سبحانه: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فسمى الذهاب إلى المقابر والمكث فيها زيارة، لأن الزائر يقيم ثم يرتحل، فكذلك أهل القبور يقيمون فيها مدة ثم يرتحلون منها إلى دار أخرى، وهي الدار الثالثة، دار القرار. يقومون من قبورهم ويسيرون إلى ويساقون إلى المحشر، وهو المكان الذي يجتمعون فيه، يجمع الله فيه الأولين والآخرين. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين، يجتمعون في صعيد واحد، هو صعيد المحشر، ليس فيه عوج ولا أمت، أرض مستوية ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، يقومون على أقدامهم حفاة أقدامهم، عارية أجسامهم، شاخصة أبصارهم، يقومون في هذا المحشر وتدنو منهم الشمس ويأخذ منهم العرق، يأخذ منهم العرق مآخذ مختلفة من شدة الحر وشدة الضنك وشدة الزحمة وشدة الضيق. يقومون في هذا المحشر 50,000 سنة على هذه الحال. وأما المؤمنون فإن الله جل وعلا يسهل ذلك عليهم، وإنما هذا الموقف عسير على الكفار. قال تعالى: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وقال تعالى: وكان يوما على الكافرين عسيرا. أما المؤمن فإن الله يسهله عليه ولا يحس بشيء مما يحس به أهل المحشر بسبب إيمانه. ثم ينتقلون من المحشر إلى الحساب، حاسبون بأعمالهم. فمنهم من لا يحاسب، يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنهم من يحاسب
حساب تقرير لا حساب موازنة، وهو الكافر يقرر بأعماله حتى يقر بها ويعترف بها ولا ينكر شيئا منها. ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ومنهم من يناقش الحساب، قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. فمن المسلمين والمؤمنين من يناقش الحساب ويثقل عليه الحساب ويتعرض للعذاب بسبب كثرة سيئاته. فهذا موقف الحساب وانقسام الناس فيه يوم القيامة. ثم تتطاير الصحف، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأ كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. يقول للناس: اقرأوا كتابيه، يفرح به ويريه الناس: اقرأوا كتابيه، إني ظننت أي تيقنت أني ملاق حسابيه، يعني أنا استعديت لهذا اليوم فعملت له ما نجاني الله به من هذا اليوم، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية. ومن الناس من يأخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره، أما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. قال الله جل وعلا: خذوه، قال الله جل وعلا لملائكته: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. ثم ينتقلون إلى الصراط، وهو الجسر المنصوب على متن جهنم، أحر من الجمر وأدق من السيف، أحد من السيف وأدق من الشعر. يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، تسير بهم أعمالهم على هذا الصراط الدقيق الحار. فمنهم من يمر كالبرق، تعرفون البرق؟ يمر كالبرق من السرعة. ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدواً على قدميه، ومنهم من يمشي مشياً، ومنهم من يزحف زحفاً، ومنهم من يخطف أيلقى في جهنم. قال تعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثياً ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها.
كان على ربك حتما مقضيا. وهذا الورود هو المرور على الصراط، يمر عليه الصالحون والكفار والعصاة، يمرون عليه على قدر أعمالهم. فمن ليس له عمل لا يستطيع المرور ويسقط في جهنم، ومن معه عمل صالح مر به على حسبه، حتى إن منهم من يزحف زحفا لضعف عمله. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، نسأل الله العافية. ثم بعد ذلك يستقرون إما في الجنة وإما في النار. قال تعالى: وإن الآخرة لهي دار القرار، ما بعدها ارتحال ولا انتقال ولا رجوع، وإنما هي دار دائمة، إما نعيم دائم وإما عذاب دائم. ومن المؤمنين من يدخل النار دخولا مؤقتا بحسب ذنوبه حتى يمحص ويطهر، فلا يدخل النار دخول خلود، وإنما يدخلها دخول تمحيص وتطهير، ثم يخرج منها ويدخل الجنة ويستقر فيها. أما الكافر فإنه يستقر في النار أبد الآباد خالدين فيها، لا يفتر عنهم العذاب وهم فيه مبلسون، ولا يسمع دعاؤهم ولا شكواهم، لأنه فات الأوان، فات أوان التوبة وأوان الاستغفار وأوان الدعاء، ولم يبق إلا الجزاء. فاتقوا الله عباد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليماً كثيراً. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وتفكروا في سفركم ومسيركم إلى الله، استعدوا لذلك لزاد التقوى كما أمركم الله. فمن الناس من لا يؤمن بالآخرة وينكر البعث والنشور وينكر الجنة والنار، وهؤلاء هم الدهرية الذين يقولون: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يظنون. ومن الناس من يؤمن بالآخرة لكنه لا يستعد لها، وإنما يهتم بدنياه ولا يهتم بآخرته. قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هم يؤمنون بها لكنهم يغفلون عنها، ولا يهتمون إلا بدنياهم، ويسخرون كل قواهم وصحتهم، يسخرون كل قواهم وصحتهم وإمكانياتهم، يسخرونها للدنيا، ويسخرون عقولهم وأفكارهم
للدنيا ولا تطرأ الآخرة لهم على بال. ومن الناس من يؤمن بالآخرة ويعمل لها لكن يكون عمله ضعيفا وقليلا وتكون عليه سيئات وذنوب فلا يتوب منها ولا يحاسب نفسه ولا يصفي حسابه في هذه الدنيا قبل الانتقال إلى الآخرة، فهذا على خطر والعياذ بالله. ومن الناس من وفقه الله فعلم لماذا خلق وبماذا أمر وأين يسير وأين ينتهي فاستعد لذلك واستغل حياته في لآخرته، فإن الدنيا مزرعة للآخرة، ومن ضيع الدنيا ضاعت عليه الآخرة، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. اتقوا الله عباد الله، تفكروا في أنفسكم وفي أعمالكم وفي أعماركم وأوقاتكم، ولا تضيعوا أنفسكم وتلهوا وتغفلوا مع الغافلين. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مستقراً وسائر بلاد المسلمين عامةً يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واردد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، إنك على كل شيء قدير. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى وسائر الكفرة والمشركين ومن شايعهم من المنافقين والمرتدين. اللهم شتت شملهم وخالف بين كلمتهم وأضعف قوتهم وفرق جماعتهم وسلط بعضهم على بعض واشغلهم بأنفسهم عن المسلمين واجعل كيدهم في نحورهم واكفنا شرورهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح بطانتهم وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين. اللهم أصلح بطانتهم وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين. اللهم أصلح بطانتهم وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أسقنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق يا رب العالمين. اللهم أسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم،
ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها قد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.